البارسا. هنا الآن زي كل لعب بيريث والكرة تتهي عن طريق الكانتارا. المرينجي يلعب بارتياح، الريال يلعب عن طريق موراتا، يمشي موراتا، موراتا والفيش، موراتا يوزع والهدف الأول بنزيما. جولاسو ديل مرينجي، الريال يتقدم 1-0. الهدف الأول للريال. يغيب كريستيانو، يحضر يجهز موراتا ويجهز على دفاعات برشلونة. كريم بنزيما على القائم الثاني في المتابعة، والجول الأول للمرينجي مدريد. يتقدم الريال 1-0 بنزيما. هذه كرة الهدف، هذه صورة اقتطاع كرة، هذه فرصة سانحة للتهديف عن طريق الجناح. موراتا على طريقة الانكريديبل الدون يوزع كرة وسط دربكة المدافعين، توهان المدافعين، يسبق ماتشيرانو، كريم بنزيما ويسجل الجول. 6 دقائق والهدف الأول. 1-0 الريال، 1-0 ريال مدريد في الكلاسيكو رقم 17. منتخب التانجو الأرجنتيني. بوسكيتس، شوف الوقفة المدريدية اللي اليوم صنع الألعاب ريكاردو كاكا. فرصة كبيرة بالنسبة له للتألق قبل مباراة مانشستر. هنا يفلت ميسي، ليو ميسي أول فرصة، دقيقة 17، ميسي والتعادل، التعادل من ليو ميسي، هدف للتاريخ من الأرجنتيني. ليو ميسي في دقيقة 18 يسجل هدف رقم 18 في تاريخ الكلاسيكو، ليعادل رقم الأسطورة، رقم التاريخ لألفريدو دي ستيفانو. 18 هدف لليو. ميسي يحتاج البارسا والبارسا يجد الليو. ليو ميسي يتعادل في 18 دقيقة لعب. هنا الباس في دار الدفاع، في دار المدافعين، فماش أوفسايد. قرار سليم، يبعد على راموس، يقرب يسدد ودياغو لوبيز ما يتصداش. مش ممكن في هذا المكان يضيع الأرجنتيني. ليو ميسي بحضور دياغو أرماندو مارادونا يبصم على هدف للتاريخ مع أسطورة أخرى، أسطورة حية اسمها دي ستيفانو. 18 هدف لليو ميسي، الثاني من مارس 2013، رقم أسطوري. لورا من جانب وجوزي من جانب آخر، تمشي ركنية عن طريق مودريتش. مودريتش جول، جولاثو 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 دي سيرخيو راموس. راموس الهدف الثاني. جول 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 دي ريال مدريد. الهدف الثاني للمرينجي، الهدف الثاني للمرينجي، الهدف الثاني للمرينجي، الهدف الثاني في دقيقة 82. قلت لك ماتش لن ينتهي تعادلي، على الأقل 1-1، والسيرخيو راموس يصعد فوق الجميع ويسجل الابن الأندلس 27 عام هدف جديد، هو الثالث على التوالي اللي يسجله الريال من ركنية على فريق برشلونة. مش مقبول، مش معقول. وين التدريبات يا رورا؟ وين توقف فريقك يا رورا؟ مش ممكن فريق بحجم برشلونة ياكل أهداف متتالية بكرة ثابتة. هو نفس اللدغة، هي نفس اللدغة من نفس الجحر والحجر، يضرب الراموس أعلى من الجميع، يطلع لبيكي، يسبق ماتشيرانو، يقحمها الشباك، يلونها بلون البيض بقبيلة الملكي. الريال يتقدم هدفين.